فهمتني ولا لا؟ لا فهمني اكتر. اولا مفيش ورقة تطلع من المكتب هنا الا لما انا اقول ان الورقة دي تطلع. ثانيا ثابت ما يشوفش اي ورقة في المكتب هنا الا لما انا اقول انه يشوفها. يا رفعت دوات خفيف وشايف نفسه وشكله كده هينطلي كل شوية. وانا عارف يا حلوة انك ازاي هتعرفي تلميه. اهلا، ازيك يا رحمة؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ اقعدي دقيقة وهبقى معاكي. اوكي. تمشي على الدواء ده اسبوع ان شاء الله وتجيلي عشان اشوفك. الف سلامة يا عم ابراهيم. الف شكر لك، كتر خيرك. عفو حبيبي. انت فين يا بنت من الصبح؟ عديت على مديحة، كلمتني الحاجة ورحت قعدت معاها شوية. مديحة عاملة ايه دلوقتي؟ صعبانة عليا قوي يا رأفت، وخايفة عليها قوي من سمير ده. كنت أتمنى كل بعض. كل شيء اسمه ونصيب بقى يا رحمة. عندك حق. المهم ربنا يساعدها وإن شاء الله يطلع كويس، وإنت ربنا يبعت لك اللي تستاهلك. أنا خلاص بقى شلت الموضوع ده من دماغي. لا والله، عموما أنا مش هرد عليك دلوقتي، لينا قاعدة مع بعض. أنا هسيبك دلوقتي وأقوم أمر على المستشفى وأشوف هالة ونتكلم بعدين. ازيك سناء؟ الحمد لله. بيه يا اخبارك؟ الحمد لله. يعني فين؟ هي عارفه ان حضرتك جاي النهارده؟ لا ما تعرفش. خد دول وبلغي ان انا جيت. متشكره بيه، بس كده انت حضرتك هتجيب لي الشتيمه بصراحه، وهي منبهه بالخصوص ان حضرتك ما تدخلش. اعملي لي قهوه زياده يا بيه. انا بقول لحضرتك القهوه بتاعت زياده يا سناء. اتفضلي يا بيه. خش جوه يا بنت سناء. حاضر يا ست سناء. خير يا حسام بيه؟ انا جاي اسلم وامشي. وسلمت؟ عرفتي انا عملت ايه في ثابت بيه؟ ثابت في البيت دلوقتي بيأمع بابيا مع المدام. طلعته معاش مبكر يا قمر. معاش مبكر؟ انت ما تعرفيش ان انا قفلت له المعرض ولا ايه؟ وانت بقى جاي هزز طولك عشان خاطر تحكي لي الموضوع ده؟ هو انتوا برضو مش حبايب ولا انا غلطان؟ بقولك ايه، عيني يا ست المزز. الف سلامة يا امور، شرفت الحبة الصغننين دول وبعدي علينا. ما تغيبش علينا كده. الله، مالك قاعد ليه؟ ما تقوم. ده انا حتى قلت كل الكلام اللي بيتقال في الحالات دي. ماشي يا شاي. على العموم الشقاوة لو رتب كنا بقينا وزراء. باي يا قمر. بنت يا سناء، انت يا بنت نعم لايك. روحي اعملي لي زفت قهوه، رفعي لي الضغط ابن الموكوسه. من عينيا يا ست لايك. تصور يا حبيبي، انا لسه عارفه الموضوع ده امبارح. بس معقوله؟ انا لما سمعت بتعب مديحه عديت على بابا عشان نروح نطمن عليها. اما رحت البيت لقيت سمير زي المجنون عايز يطمن عليها هو كمان. استغربت قوي قوي، هو ليه عايز يطمن عليها وايه علاقته بيها؟ فهو قعد بقى معايا وحكي لي الموضوع كله. وقلت له طب ليه بقى ما حكيتش لماجد؟ قال ان هو قرب منها في فتره صغننه خالص قوي. طب وهنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ بذمتك مش موضوع جامد موت؟ جامده موت ايه؟ ده الحكايه كانت لخبطت خالص. ليه يا روحي؟ اصل واضح كده ان بابا مش موافق على موضوع سمير ومديحه. ليه بس؟ هو سمير اخويا ده في حد يقدر يرفضه في البلد؟ ولا بقى يمكن انكل مش عايز؟ لا يا حبيبتي ما تقوليش كده، بس هو بابا كده بيفكر ساعات بطريقه غريبه شويه. يعني طريقتي يا روحي؟ يعني مثلا انت عايز تقنعني ان هو عايز يجوزها ابن عمها عشان الثروه ما تطلعش بره؟ مالكمش ولاد عم. انت ما تعرفيش بقى بابا بيفكر في ايه ولا في مين. بقول لك ترتيباته غير ترتيباتنا خالص. حلوة حياتي.
هارو ابيض. ها صوت. شا صوت. ايه الكلام الفارغ ده اصلا؟ ايه المشكله يا باشا؟ نزل اليافطه دي، مش عايز مكتوب عليها غير اسم الطهره بس زي ما كان طول عمره، وعايزك تزود لي سطر كمان يقدم العيش مجانا كل يوم اثنين وخميس من كل اسبوع. مفهوم؟ مفهوم. يلا نزلوا اليافطه دي. ايوه. مساء الخير يا ست رحمه. مساء الخير. انا جارت حضرتك في الشارع اللي ورا، وعايزه حضرتك في كلمتين ممكن؟ اتفضلي يا حاجة. اهلا وسهلا. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يجعله عامر. ربنا يخليك. اموري خير؟ الامر لله. من كتر ما بسمع على كرم حضرتك وذوق حضرتك واخلاقك قلت اجيلك تشغلي بنتي عندك. حاضر يا حاجة، من عينيا الاثنين. تسلم عينيكي. انت عارفة من يوم ابوها وما مات وانا بصرف عليها وعلى اخواتها مدارس والعيشة غالية والحياة كل مدى بتغلى وبتغلى. انا عارفة. هي معاها شهادة ولا لسه بتدرس؟ لا خلصت، معاها دبلوم تجارة. طيب كويس قوي، خليها تعدي عليا بكرة بالنهار في المحل. انت عارفة المحل فين؟ على اول الشارع. كويس قوي، خليها تعدي عليا وانا ان شاء الله هشغلها. الهي يجعلك تدي ما تاخدي ويسترها معاك يا رحمة يا بنت حواء وآدم، ويكفيكي شر ولاد الحرام يا كريم يا رب. ربنا يخليك يا حاجة، متشكرة قوي. العفو يا ستك. تشربي ايه بقى؟ شكرا، علشان اللي سايبة العيال لوحديها. طب استني بقى، انت رزقك كويس. خير منك. استني خدي بقى دول للعيال بس ايه، ترجع لي المفرش. ها طب وايه لازمته يا ستك؟ لا ده ولا حاجة. الهي ما تحرم منك ويجعله عامر دايما يا رب. ربنا يخليك. شرفت يا حاجة. الله يخليك يا ست الكل. مع السلامة. ما تنسيش المفرش. عينيا والطبق هجيبه لحضرتك حالا. مع السلامة. الله يبارك لك يا رب. سلام. دايما عامر يا حبيبتي. ربنا يخليك. الله يخليك يا ست. تعالى تحت امرك حاجة. خد شيل الملف ده عندك لغايه لما اطلبه، وابعت لي الاستاذ صبري وتنزل جري قدام المجموعه عشان الاستاذ سليم وصل توديه مكتبه. حاضر، انا اذن حضرتك. اتفضل. الف 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 الحمد لله على السلامه يا استاذ سليم. الله يخليك يا استاذ. نورت الدنيا. الله يخليك. الله يخليك. اتفضل يا سيدي. يلا كل واحد على مكتبه يا جماعه. كل واحد على مكتبه. ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عم. إيه ده؟ إيه ألف سلامة؟ إيه ده؟ لا شوية كبس كده وهفكهم بعد كام يوم يعني، وهبقى زي الرحوان. بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله. ده الحاج موصيني أنزل أستقبلك بنفسي والله. الله يخليك. ألف الحمد لله على السلامة. الله يخليك. يا عم علي. مرني. عصير للمجموعة كلها على حسابي. حاضر يا بيه. يا سلام يا بيه. الله يخليك يا عم علي. يا نهار أبيض. تسلم لي يا أستاذ عبد الحميد. فهمت بقى قصدي إيه؟ أيوه. الأستاذ سليم جاي يسلم عليكم. اهلا. اهلا يا حاج. يا اخي كنت انا اسلم عليك في مكتبك. ابدا يا حاج، لازم على السلامه يا سليم. الله يسلمك. السلامه. خلاص مفيش اجازات تاني ولا رجلي مكسوره ولا دراعي متعور؟ لا 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 خلاص، بقيت زي الرهوان يا حاج. الحمد لله. هروح اوصله المكتب واجي لحضرتك. لا خليك، انا عايزك وصله انت يا صبري. حاضر يا حاج. تعالى يا استاذ، بس ما تتعودش على كده. لا 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 ما تقلقش، يلا بس سندني لغايه مكتبي بعد اذنك يا حاج. اتفضل. مع السلامه. اقعد يا حبيبي. تحت امرك حاج. عارف الاوضه اللي كانت لازقه في اوضه الحاج وبابها من السكرتاريه بتاعته؟ اللي كان الحاج مخزن فيها شويه حاجات دي. اهي دي يا سيدي، عملها اوضه ثابت وماجد عشان يبقوا تحت عينيه. وهم عاملين ايه؟ هيعملوا ايه؟ ثابت شرف والاخ ماجد لسه ما شرفش لحد دلوقتي. ما جاش لغايه دلوقتي؟ حاجه غريبه جدا. انت سبق وطلبت مني طلب بخصوص مديحه بنتي. ايوه يا حضرتك، انا عارف ان هي تعبانه فقلت يعني ااجل الكلام في الموضوع ده دلوقتي. ده صحيح، بس انا قبل ما تتعب كنت سالتها. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. خير يا دكتوره هاله؟ مدام رحمه، الجماعه دول كلهم اعمال وبيتعالجوا عندنا هم وولادهم، وما عندهمش اي دخل ثابت غير الاعانه الشهريه بتاعت الجمعيه. ومبلغ الاعانه تقريبا قد ايه؟ 50 جنيه. 50 جنيه بس؟ طيب واللي يوفر لكم شغل يحقق لكم من 350 ل 500 جنيه في الشهر تعملوا له ايه؟ لا ده كفايه. يا ريت طبعا. يا ريت يا استاذ. طيب اتفضلوا استريحوا وانا هفهمكم على كل حاجه. يا حبيبتي يا بنتي، هتفضلي غايبه عن الدنيا كده لحد امتى؟ فوق يا مديحه،
فوق يا ضناي عشان حبايبك اللي بيحبوكي. مديحة فوق يا بنتي فوق. وبعدين معاك يا ام حسن، انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ وبعدين متفولي عليها ليه؟ ان شاء الله هتبقى كويسه وتبقى زي الفل كمان. ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله يا رب. مديحة يا حبيبتي، مديحة ردي عليا، ردي على ماما حبيبتك. مديحة مديحة ردي عليا يا رب، ونبي تشفيها وحياة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. يا رب. صباح الخير يا حاجة. صباح الخير. عاملة ايه مديحة دلوقتي؟ زي ما انت شايفة. معلش يا حاجة ما تأخذينيش، انا اتشغلت شوي، قلت اخطف ساعة اطمن على مديحة وارجع لهم تاني، كان نفسي ما سيبكوش ولا لحظة. رأفت جاي وراها يطمن عليها دلوقتي. كتر خيرك يا حبيبتي، تعبناكي معانا. تقوليش كده يا حاجة، دي اختي مديحة. ألف سلام عليك. مديحة رد علي يا حبيبتي. مديحة طمني هتبقى كويسة ما تخيش. حبيبتي مديحة. الحمد لله على السلام. مديحة فتحتي يا حبيبتي، رد علي. ماما يا حبيبة ماما يا حبيبتي. ألف سلام. أنا مش مصدقة. مديحة ردي عليها كمان مرة. يا حبيبتي يا مديحة هبلغ بابا على طول. الحمد لله على سلامتك. الورد فتح. يلا بقى عشان تمشيني بالعربية. مديحة بقت يا حاج الحمد لله. فرحيني يا ام حسن قامت. الحمد لله. اتفضل يا حاج. الحمد لله. امال الحاجه فين؟ بتصلي حاجه؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الحمد لله الحمد لله. كده يا مديحه تخضين عليكي كده؟ مش فاهمه اي حاجه يا بابا. في ايه؟ مش فاكره اي حاجه. على العموم معلش مش مهم. السلام عليكم يا فردوس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه يا حاج. الله يسلمك. اسمع يا حاج. نعم. مديحة بنتي ما عنديش أي استعداد، الحالة اللي حصلت لها تحصل لها تاني. ومين سمعك يا فردوس؟ ما أنت عارفة، أنت عارفة مديحة عندي إيه. أنا عارفة يا حاج، بس عارفة كمان رأيك في عيلة الدرمالي. هو أنت فاكرة إن رأيي في عيلة الدرمالي هو السبب في اللي حصل لها ده؟ بنتك حساسة يا فردوس، والسبب إن أنا اتكلمت معاها ناشف شوية، لكن أنا ناوي أمشي معاها واحدة واحدة إن شاء الله. واحدة واحدة؟ هو أنت لسه مش موافق؟ هو ايه اللي اتغير يا فردوس؟ اللي اتغير يا حاج اننا ممكن ما لقيش البنت خالص، ممكن تضيع من ايدينا، ولا الواد ياثر عليها وياخدها وتطفش ويسيب لنا البيت. الكلام ده مش عاجبني يا فردوس ومش عاوز اسمعه تاني. اهلا يا دكتور رفعت. دي حامله يا ام. الحمد لله يا ابني الحمد لله، فاقت الحاجه عندها. الخير على قدوم الوردين، وشك حلو علينا يا ابني. ممكن تبقى لها يوم اني موجود. اتفضل استريح وانا هديهم خبر. اتفضل. يعني يا حاج انت ما شفتش اللي حصل؟ وماله نعالجه، لكن ما ندويش غلط بغلط ابدا. يعني البنت تروح مننا؟ لا يا ابراهيم ارجوك اعمل معروف. جرى ايه يا فردوس؟ هو انت عاوزاني ارمي بنتي في النار عشان هي مش عارفه انها نار؟ ما هياش نار ولا حاجه يا حاج. انت اللي بتقولي كده يا فردوس؟ هو انت مش عارفاهم؟ وهي الناس كلهم زي وزيك يا حاج، في ناس مش زينا وعايشين. عايشين زي عيله الدرمالي، فشخره كدابه. بنتنا مش هتبقى زيهم يا حاج، بنتنا هتبقى زي ما اتربت في بيت ابوها وامها. وبعدين معاكي بقى فردوس، كفايه بقى ما تخلينيش اغلط. طمني يا رافت هتبقى كويسه؟ ان شاء الله هتبقى كويسه. الموضوع نفسي يا رحمة. انا عارفه ومحتاره، مش عارفه الومها ولا لوم الحاج. وبيني وبينك هو عنده حق، سمير ده مش مريح ابدا، وشكله كده داخل على طمع. ايوه يا رحمه، بس هي عايزاه. هي دي المشكله، حبها اعمى يا رافت، لسه صغيره ما عندهاش خبره. عموما ربنا يسعدها يقدم لها اللي فيه الخير. امين يا رب. انت هتمشي؟ ايوه. هتيجي معايا؟ لا انا هقعد معاها لغايه ما تفوق واطمن عليها، هشوفك بعدين. دكتور رأفت.
دكتور رأفت، انت عارف مقدارك عندي قد ايه ومعزيتك عندي قد ايه. شكرا يا حاج، ربنا ما يحرمنيش منك. ولا منك يا رب. في الحقيقة اللي هي عندك طلب، بس ارجوك ما تكسفنيش فيه. عمري ما اقدر اكسفك يا حاج، اطلبي مني اللي انت عايزاه، ولو مش في ايدي هعمل اي حاجة عشان انفذه لك. ربنا يخليك، وده عشمي فيك برضو. انا دلوقتي يا حاج بكلمك بصفتي طبيب، طبيب خايف على مرضته اللي هي في الاصل حد عزيز عليا قوي. هي اكيد اختارت طريقها يا حاج، كل اللي في ايدينا دلوقتي اننا نساعدها فيه، لان الاكتر من كده مش هتستحمله منك انت بالذات يا حاج. لازم تعرف يا رأفت يا ابني انك بتكبر في عيني يوم عن يوم، بس عايزك كمان تفهم ان انا ما رفضتش اختيارها ده عشان عايزك انت، لا، انا راجل عاقل، انا رفضت اختيارها لانه من وجهة نظر اختيار غلط. ايوه يا حاجة، بس دلوقتي الظروف مش سامحة قوي انك تتمسك برأيك. يا ابني انا اذا كنت النهارده بخسرك كنسيب وزوج لبنتي، ارجو من الله اني ما اخسركش كابن عزيز عليا. ده مش هيحصل ابدا يا حاج. طب استاذنك انا. طيب يا ابني، مع السلامه. اهلا. سلام. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. هو مديحة فعلا فاقت وبقت احسن من الاول كمان. طب الحمد لله. الحمد لله. طب استاذنكم انا. ماشي يا دكتور. ميرسي يا حبيبي، تسلم. الحمد لله على سلامة مديحة يا اونكل. الله يسلمك يا بنتي. طيب انا هطلع اطمن عليها بقى. طمني، مديحة بقت معاك وخلاص. وبعدين معاك يا رحمة، مش هتقلها الاسود ده يا حبيبتي، الحية ابقى من الميت. ماليش نفسي يا حاج، هلبس من الاول لمين؟ اللي كنت بلبسه خلاص راح. يا حبيبتي انت لسه صغيرة، وبعدين ده جمال الله يرحمه لو كان عايش ما كانش هيرضى باللي انت بتعمليه ده. بعدين هتترهبيني بقى وتوقفي حالك ولا ايه؟ لا، بكره ان شاء الله ربنا يرزقك بابن الحلال وتخلفي منه حته عيل. لا انا مش بفكر في الموضوع ده خالص. لا فكريش، ده ايه نصيبك لما يجي، مش هتقدري تقولي لا ابدا. بص يا ثابت، انا جايز ما اعرفش ايه حكايه بقى مع الرقاصه، لكن بقى وشه واضح لو عنده حاجه الناس كلها بتعرفها، وحتى لو عنده يا ابني امتى بس، لا اما في البيت يا اما في الشغل، ولا سجاره ولا كوبايه القهوه. فكك بقى من اللي انت بتتكلم فيه ده. طب بس بس بس، انت مش فاهم اي حاجه. ما هو ده الفيلم اللي رسمه علينا صح، وانا هكشفه ومن هنا ورايح، يا اما يعاملني مظبوط يا اما كله اتقال وهد المعبد علينا كلنا. وطي صوتك احسن ماما تسمعك. عملت لك القهوه اهو يا ستي. تسلم ايديك. الله يسلمك، يا رب تعجبك. سي حبيبي، النهارده كنت شايفه كلام كتير قوي في عينيك. كلام ايه بس؟ انت بتحبها يا رأفت. للاسف يا رحمة. حسيت بيك النهارده، كنت قلقان قوي عليها، وخوفك عليها كان باين في عينيك. غصب عني يا رحمة، انا خايف عليها قوي. هنعمل ايه بس؟ عارف اللي مخوفني اكتر انها مش شايفاه على حقيقته، وخايفه عليها قوي لو بان في يوم من الايام تتصدم صدمة عمرها. انت ليه متأكدة انه مش كويس؟ مش يمكن يطلع غير اخته؟ ما اعتقدش، العيلة كلها كده شكلهم على بعض مش مظبوط. دي الحاجة يا ما اشتكيت لي من باكي دي ومن تصرفاتها الغلط. انا اهم حاجة عندي انها تبقى كويسة، ان شاء الله ربنا يخيب ظننا ويطلع راجل بجد ويخاف عليها فعلا. ان شاء الله يا رب، ربنا يجيب لها الخير ويبعد عنها الشر. على فكرة الحاجة النهاردة كلمتني ان يعني اقلع الاسود
قالت لي كفايه كده بقى، بس انا قلبي مش جايبني. انا كمان شايف كده يا رحمه. بصراحه انا خايف عليكي من اللبس الاسود ده، لانه ممكن يتعب لك نفسيتك. وبعدين يا رحمه الحزن في القلب مش بلبس الاسود، وجمال الله يرحمه كان دايما يحب يشوفك مبسوطه. انا عارفه رفض، بس غصب عني. ايوه يا رحمه، انا شايف انك لازم تقلع الاسود. عايزك تقسي الطوب الازرق ده وتقولي كم متر. حاضر، انا رايح اصلي العشاء وراجع لك. طيب يا بابا، اكون خلصت جرد. عايزه حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك يا بنتي. سلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الفل يا ست الكل. اهلا يا اسطى، ازيك؟ وصلت لك الخامات؟ وصلت وتمام التمام. طب قول لي امتى هتسلمني العينات؟ هفوت عليك بكره تختاري معايا الاكسسوار بتاعتهم وترجعي الفينش. وهتسلمني امتى؟ بعد يومين. يومين مش اكتر. ماشي، سلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا يا حاج. ازيك يا رحمه؟ الحمد لله تمام. اللهم لا ابوكي فيه. راح يصلي في الجامع وراجع على طول. ما شفتوش يعني وانا جاي. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، بنغير نشاط المحل. ابوك قال لي؟ ايوه، اتفقت انا وهو نعمله معرض ملابس واحنا اللي هنصنع. اتفضل يا حاج اتفضل. تشرب ايه؟ ولا حاجه. يعني حكالك. حكالي، والفكره عجبتني قوي وعاوز اشارككم. معقولة يا حاج عايز تشاركنا احنا؟ اصل الموضوع ده محتاج شوية سيولة. ايوه السيولة موجودة والحمد لله. يا بنت اسمعيني للاخر، ما انا عارف. خلي اللي معاكي معاكي، ربنا يزيد ويبارك. بعدين انا من زمان نفسي اشارك ابوكي وما حصلش نصيب، وهو جه الوقت. طيب مدام حضرتك قلت كده بقى، فانا كان في دماغي اني اعمل مشغل، يعني اشغل فيه ستات بتوع الحارة. حضرتك طبعا عارف ان معظمهم يعني ارامل، وفي منهم اللي بيربوا ايتام وما عندهمش مصدر دخل، وهو بالمره يكسبوا لهم صنعه تنفعهم. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيكي. احنا كمان هنبيع بسعر التكلفه مع هامش ربح بسيط، ايه رايك؟ يعني وافقتي؟ هو انا اقدر اقول لا؟ خلاص على بركه الله. مالك يا حاج؟ انت كويس؟ الحمد لله. انا لما بتكتر عليا الهموم، ابوك عارف، اخد بعضي واجي على السيده، اصلي ركعتين، ربك يزيح الهم من عنده. ربنا يشيل عنك ويريح بالك. مع السلامة يا طيب. مع السلامة يا إبراهيم. بيقول ايه الراجل ده؟ سلموا عليه. طيب جالكم عشان تسلموا عليه. عاش يا غزال. عايزك روح روح يا طيب، انت مشوارك طويل. قول يا شيخ غزال ما تتعبليش اكتر ما انا تعبان. بقولك عايزك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خطوة عزيزة. الراجل ده ماله؟ ده في ملكوته، شطحة من شطحاته. طب يلا بينا على البيت. يلا. إلا بالمناسبة، فاكر سعيد صاحب الفرن القديم؟ فاكر الله يرحمه. ابنه ما شاء الله ربنا فتحها عليه، وجاي يشتغل وينفع الحتة، وعاوز ياخد السرجة. ياخدها ازاي يعني؟ يشتريها. يشتريها مرة واحدة؟ ما هو سأل عن قيمة الأرض هنا، وبيعرض 4 مليون. وانت ايه رايك يا عبد الله؟ الراي رايك يا ابراهيم. انت ليك مصلحه معاه؟ مصلحه؟ على فكره انا مش هزعل منك، لاني عارف اللي جواك. انا ليا مصلحه مع الخير، وكل واحد بيعمل خير انا هقف معاه. اذا كان قصدك كده يبقى ليا مصلحه. طب خلاص ما تبقاش حمائي قوي كده يا عبد الله. انا مش هبيع. يلا بينا على البيت. يلا. دي غالية قوي. مش حاجة تغلى عليك يا حبيبتي، وبعدين ده انت شايلانا فوق دماغك،
غير حرقة الدم والأعصاب اللي انت فيها. مبروك. الله يبارك فيك. هتروح معايا بعد السهرة؟ انت عارفة مراتي؟ عارفة، بس كان نفسي تيجي معايا. معلش خليها يوم تاني. خلاص قوم نمشي بقى. ايه انت مستعجلة على ايه؟ هدور على حد يطفي معايا الشمعة ما دام انت مش قاعد معايا. طب كام شمعة يا حبيبتي؟ قول انت. مليون شمعة منورة في كل مكان بتبقى فيه، وهتفضلي زي ما انت كده زي القمر، عمرك ما هتكبري. طب يلا بينا نروح. يلا حبيبتي. كل ليلة وانتي بألف خير، عقبال ألف سنة، إمضاء واحد بيعاكس. هو صحيح حمار بس لذيذ. ماشي يا سبت. مالك يا حبيبي؟ زعلان كده ليه يا ابني؟ كل ما افتكر البيت كبير اللي قال لي انه زي ابويا، اول ما طلبت ايد بنته طلعت مش قد المقام. انت لسه يا ابني مش هتنسى الموضوع ده بقى؟ مش قادر. انا كنت عايش جنب الحاجة حاسس اني جنب ابويا، بس من ساعة اللي حصل وانا حاسس انه زي ما يكون اتضحك عليا. هي ايه الدنيا بقت فلوس وبس؟ طيب يا طيب بالشفا ان شاء الله. الضغط كان عالي يا حاج، وكان لازم تاخد حقنة عشان تنزله. انت كده بقيت دكتورة تحت التمرين يا رحمة. اهو بنحاول يا حاج. الناس طول اليوم في المستشفى بينادوني يا دكتورة، اقول لهم يا اخوانا انا مش دكتورة، بس برضو مصرين. طب احمد ربنا ده في دكاترة عندنا الناس دايما فاكراهم حاجة تانية. الدكتور رشاد كل ما يروح له حد من اهالينا في السيدة الاقيه بيهري وينكت في نفسه. مالك يا دكتور؟ يقول لي الراجل بيقول لي يا اخ. اخ ايه؟ هو انا مش واقف في اوضه الكشف ولابس بلطو ابيض؟ ليه ما يقوليش يا دكتور؟ اصل هو طريقته غريبه شويه، ده لولا انه جراح شاطر قوي ما كنتش سبته يشتغل معانا، غير بقى انه ملوش اي شروط كمان. بس هو طريقه معاملته مع الناس مش كويسه، عشان كده الناس ما بتصدقش انه دكتور. ما هو ده اللي حصل من كام يوم، ده انا لقيته هيتجنن، واحد دخل له يكشف عنده وقال له لو سمحت يا اسطى. انا ماليش دعوه بكلام حد، ومش هتجوز حد غيرك، وانا بقى دماغي ناشفه. مديحه ممكن تهدي شويه عشان نعرف نفكر صح؟ لا مش ههدى، وبعدين انت عارف كويس ان انا اقدر اعيش معاك تحت اي ظروف، المهم نبقى مع بعض. بصراحه انا ما ينفعش اوافقك على الكلام ده. يعني انت كمان مش هتقف جنبي؟ يبقى انا بقى اروح اموت نفسي. حبيبتي انا مش عارف اقول لك ايه. مع السلامه يا سمير. في حاجه يا ماما؟ طيب استاذن انا بقى. باي باي مديحه. باي طنط. باكي استنيني تحت انا عايزاكي. لا اوكي. ايه ده مديحه؟ معقوله؟ معقوله يا بنتي اللي انا سمعته ده؟ مديحه العاقله الطيبه تقول كلام زي ده؟ ومين؟ بنت ابراهيم الطيب؟ اسمعي يا باكي يا بنتي، انا مش هطول عليكي، انا عايزه اقولك على حاجه بقى. احنا تعودنا في البيت ده اي حد يغلط لازم ننبهه ونصلح له غلطه عشان ما يقعش في الغلط. طبعا حاجه مش محتاجه كلام يا طنط. وانا بنتي بقى قربت تغلط، والمفروض ان يكون في حد يصلح لها الغلط من الصح وينبهها، وانا بعتبرك زي اختها بالظبط، فممكن تقولي لها ايه الصح وايه الغلط. يعني
حتى لو كان اخوكي في الموضوع. طبعا يا طنط، ولازم تتاكدي ان انا اللي بعمله عشان ما تحصلش اي مشاكل. ولو حضرتك لاحظتي يعني انا اللي خليت سمير يبعد عن مديحه عشان مش عايزه مشاكل تحصل بين العيلتين. وحضرتك برضو لازم يكون عندك علم ان بابا وماما رافضين الموضوع ده نهائي، علشان يعني بصراحه بابا كان كلم وزير صاحبه على بنته لسمير. والله تسمحوا لي اقول حاجه؟ قول يا رحمة. مديحة لسه صغيرة يا حاج، وما عندهاش أي خبرة في الحياة. وبعدين سمير وعيلته دول ليهم طباع غير طبعنا، يعني سواء بيحبها أو ما بيحبهاش هيعرف كويس قوي يخليها تتعلق بيه وما تشوفش حد غيره. ياريتك تقعد وتتكلم معاه. انت عارف مديحة بتحبك وملهاش غيرك، وانت بالنسبة لها مثلها الأعلى. ولو لقيتها متمسكة بالجوازة دي ومصرة عليه، ياريت تاخدها هي وجوزها في حضنك، مش عشان هي على حق وصح، لا عشان ما تفضلش طول عمرها فاكرة ان انت اللي ضيعت منها السعادة. عاشوا وبقوا سعداء وكويسين خير، اختلفوا يبقى ما جاتش منك وما تفضلش شايلها لك طول عمرها. كلامك مظبوط يا رحمة، بس صعب عليا قوي. يا رب استرها يا رب، استرها يا رب. هو ابوك يا ابني لسه قافل موبايله؟ حبيبتي ما قلتلك اللي هو رده خلاص جاي يا ماما. اهدي بقى حبيبتي. يا جماعه كان المفروض لما لقيته اتاخر كده تسالوا عنه الحاج عبد الله. طب هو مين اللي رد عليك يا ابني؟ الحاج عبد الله حبيبتي، وقال لي ان هما كان عندهم هناك في السيده ولسه لازم من ربع ساعه وجاي والله على البيت. يا ماما اهدي بقى خلاص. يا رب اهدى ازاي بس يا ابني؟ استغفر الله. كده ليه؟ هو يعني عيل صغير وهيتوه؟ استغفر الله العظيم. انت تحسد الراجل عشان اهله قلقانين عليه؟ كفايه بقى يا باكي. احسده على ايه؟ ده تلاقيه طفش من الخنقه اللي هو عايش فيها. ده انت بقى مش قلقانه عليه زينا. ما انا سايباكي انت اللي تموتي من القلق عليه. بصراحه هو جمايله عليكي، لولا يا حرام كنت اتفضحتي انت واهلك. بتعيرين يا باكي؟ بعيرك؟ ايه الكلام البلدي ده؟ بقول لك ايه، مش هي دي الحقيقة ولا ايه؟ بلدي كمان؟ ماشي يا باكي ماشي، مرضو ضالك، ما هو الدنيا سلف ودين. ابراهيم ايه يا غياب ده كله؟ حطيتنا عليك. معلش يا فردوس انا متاسف، كان لازم اقول لك. بابا انت يحرك، ما قلتش ان انت رايح السيدة. خبطنا عليك يا بابا. طب اتعشيت يا اخويا؟ الحمد لله عند عبد الله. انا هطلع فوق يا فردوس. ماجد. ايوه بابا. تكلم سمير اخو مراتك وتقول له ان انا هعمل له ميعاد الاسبوع اللي جاي يجيني فيه، وانت يا ثابت تكون موجود في الميعاد مع اخوك عشان سمير هيتقدم لاختكم. لازم اعدي عليكي، عندي حاجات كتير قوي لازم اتكلم معاكي فيها ومش هينفع اقولها لك في التليفون. خلاص هستناكي بكره، تعالي نقعد نتكلم برواق. ماشي حبيبتي، مع الف سلام. خلاص ايام التعب راحت وهندخل مجموعه الطيب من اوسع ابوابها. سلامتك من القهد، انا سمعك من جوه. ان شاء الله عدوينك يا رب. عدويني
العدوين خلاص يا فردوس هيدخلوا بيتنا واحنا كمان اللي هنفتح لهم الباب بايدينا. معلش يا حاج، اعمل خير وارمي البحر، كله خير باذن الله. وبعدين خد بنتك في حضنك، دي مالهاش غيرك يا حاج. نفس كلام عبد الله ورحمه. ايه ده يا حاج، هو انت رحت تشتكي لعبد الله ورحمه وانا موجوده؟ طب انا زعلانه منك بقى. ما تزعليش يا فردوس، وانا اذا كنت هعمل حاجه للبنت دي هعملها عشان الكلام اللي انت قلته لي وانا خارج من هنا مش اكتر، انما هعمله برضو وانا مش مقتنع بيه، وعارف ان انا بفتح بايدي باب يا عالم ايه اللي هيدخل لنا منه. هيدخل منه السعد والفرح والهنا كله باذن الله. مالك يا حاج، فيك ايه بس؟ شكلك اليومين دول مش عاجبني ابدا. تكونش محسود؟ طب الله العظيم شكلك كده محسود. طب ايه رايك بقى انا هرقيك وشوف رقوه فردوس شكلها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب، شن فتاتي في العقد من شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. الو، مين معايا؟ مين اللي على التليفون؟ مركز عليا للصيانة. صيانة؟ صيانة ايه؟ أيوة، مين؟ أهلا 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 أهلا، ازيك يا باشمهندس؟ لا 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 خالص، ما تقلقش، أصل أنا كل ما أطلب منكوا حاجة ما بتعملوهاش، أمال فين الثقة اللي بينا بقى؟ لا انا كده ممكن اروح لاي مركز تاني. لا طبعا مش احلى منكم، قصدي مش احسن منكم. بص يا باشمهندس، انا راجل واضح، يعني لو مش عاجبكم نظامي خلاص براحتكم. يا باشمهندس، الصيانه دي محتاجه ثقه ومحتاجه تفاهم وحنيه. طيب يا باشمهندس، انا هشوف ظروفي وبعدين اتصل بيك. لا 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 لا، المعرض مش شغال، يعني لو عايز انا هعدي عليك بس اديني شويه وقت. طب يلا سلام. بتوع الصيانه دول ما بقاش في قلبهم رحمه.